بهنيك من قلبي. شو هالأداء الحلو هاد؟ لازم يقدموا لك جائزة على تمثيلك ويرشحوك للأوسكار حتى. لشو عملت هيك؟ يعني بس مشان تجبرني وافق على الزواج؟ برافو. وانت شو؟ يا رفيقي المقرب شو بتحب قلك؟ قديش أنا طلعت غبي بس لأني وثقت فيك. انت لازم تخجل من حالك. كيف إلك عين إنك تطلع فيني؟ أنا بحياتي ما تخيلت إنك ممكن تنزل حالك لهذا المستوى من التفكير يا سمير. لازم تعرف إنه في حدود للمزح، والشي اللي عملته اتجاوزت فيه حدودك. ياش القصة مو هيك، بس عطيني فرصة أشرح لك اللي صار بالضبط. لا عن جد؟ شو هالحكي هاد سمير؟ الأمور واضحة قدامي. أنا متأكد إنه أنت اقترحت الفكرة عليه، متأكد إنك أنت اللي خططت لهالمسرحية هي. معك حق، وأنا شايفة إنه كلامك كله صح، بس أنا آسفة الحق علي، لأني بصراحة شكلي أعطيته وش زيادة عن اللزوم. وشوف هاي النتيجة، ليكو بالآخر تماد علينا، ويلي متأكدة منه إنه إله دور كبير بهالخطة، هالشي واضح. خالته اسمعيني بالأول. برأيي معها حق. سمير ما دخلوا باللي صار. لكان مين يلي دخلوا؟ أنت مثلاً؟ أنت بتعرف بشو حسيت وقت شفتك؟ بتعرف إني كنت رح أموت من خوفي عليك؟ حسيت بنفس الشعور اللي حسيته وقت خسرت أهلي. مو معقول، شي فظيع. أنتوا الاثنين اتفقتوا لتعملوا معي هيك، وهذا الشي ما بقبله، مستحيل أقدر أقبله. صرت قايلكن ألف مرة أنه أنا ما بدي أتزوج، وفي عندي أسباب، وحكينا بهذا الموضوع كتير، وبتعرفوا رأيي، بس حدا يفهمني ليش ما عم تقدروا تحترموا قراري؟ شو يلي حابب تقلي إياه؟ أني لازم أتجوز؟ يعني بدك لاقي بنت من الطريق وأتجوزها وجيبها لهون لحتى أرضيك؟ حتى بدون ما أحبها؟ ولا الحب ما قاله أهمية عندكن؟ وانت شو؟ مو انت دائما بتقلي ما بصير اتجوز اذا ما حبيت، ولا لا تكون غيرت رأيك؟ تعرف شغلة سمير؟ هاي القصص ما بيتخطط لها، ما انا بهالبساطة وما انا مزحة. انا دائما كنت اتحمل مزحك معي، بس هذا ما عاد اسمه مزح، وحتى ما بيضحك بنوب.